الأخير وبعد الحزام. يعني أنا بقول للدكتور مرسي، يا دكتور مرسي مش ممكن المواقف تختلف من النقيض إلى النقيض. تذكر حينما كنت تحت قبة البرلمان وحصل حادثة مشابهة، طالبت بإسقاط النظام وبإقالة الحكومة بأكملها. لا، حكاية إقالة الحكومة بالكامل. وبالتالي أنت النهاردة بتصمت لأنك في النهاردة في الحكم. لا عنده قلب ولا عنده ضمير لما يقول كده على الناس اللي ماتت إزاي؟ ولا هيقدم، ما هو كان في 70 واحد ماتوا برضه، 52 أطفال ما قدمش، وضحوا بوزير الإيه؟ النقل اللي كانوش 3-4 أسابيع. وادي التاني إن ربنا بيقول لهم هم، مش بيقول لنا إحنا. أنتوا جيتوا غلط، جيتوا بالتزوير، جيتوا بالفبركة، جيتوا بالظلم، سرقتوا ما لا تستحقون، كل كلامكم كذب ونفاق. دي رسالة يفهموها بقى، لأنه لما مشوش أو دخلوا معاهم في الحكم بقية طوائف الشعب كلها، مش هيروح منهم الحكم بس، وهتروح منهم الجماعة اللي بقالهم 80 سنة بيعملوا.